بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. زينب بنت جحش انها تشنت القوى صحابيه معناته نو تملكتو انغدي يا زينب قداي بدن بكات تكتاتلاچو نبياچ صلى الله عليه وسلم انديت انداغبوات መጀመሪያ ደረጃ ማውቅ ያለባችሁ ነቢያችን አላገቧትም። ጠይብ እንዴት አገቧት? አላህ ነው ራሱ አላህ ትእዛዝ አሳልፎ ነቢያችን እንዲያገቧት ያደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ሙእሚኖቹ እናምናለን እንቀበላለን ደሞ የዑለማ ንግግር አይደለም حتى የነቢያችን ንግግርም አይደለም ቀጥታ የቁርአን ንግግር ነው። እሺ እንጀምር። زيد ابن حارثة يميبالو عند صحابينا باريانو باريا مالت تقور مالت هذا اللهم إني عندما لو باريا شاك الله منا من لالد عندما هذا اللهم باريا مالت بقرآن وين بحديث من مالتنا يعني بتقرن التماركو ودسلام بدن قبتو ببارنت يتشت أي ثلوت أمالتنا الناس سوك هده باريا تقزانة برزاقزي and then the baria setoch neboru the most beautiful baka ayne hmote mattaacho qunjinaacho qalat yallaacho minaacho neboru lakin betornes sele temarreku baria ibalalu inna zaid ibn haritha kand qabila nebar ahun lela qabila shiftoch qabila nebaru shiftoch yani qutta at-turuq imtal kelela qabila and budun mattaana bezi qabila gefto belilit يجدل جدلنا يسرى السرك اسرن يچو عنده زيد بن حارثه نبر تاسرو مركنيا هونو وسدوت معناتنو كوسدوت بحالا ود مكه وهيدونا سوق عكاز يميبالله بمكه فنبياچين دي سوق عكاز لك ماركاتو معناتنو لك يا اديس ابا ماركاتو اسو دومو يمكه ماركاتو سوق عكاز يبالال اذا هيدونا بغبي اوتوتو تو معناتنو يجزاو حكيم المحزام يبال الصحابيو بالذات زي مشرك نبر طبعا حكيم جزاونا حكيم يا خريج يا نبياتشن مستي اغوت ليجنو يه جزاونا لزيد كذا بحالا سطوتا لخريجه سطات معناتنو خريجه انغدي اند سطوتا تقبلوتنا تنش كويتو دومو نبياتشن صلى الله عليه وسلم سياغبو خديجه دومو لنبياك صلى الله عليه وسلم هدية سطوتا انجري باريا نو الشيطان اللو وطال لك اند اقا هدية سطال لها هدية توسلال له انا هدية سطواتشو من سطي خريجة لنبياك صلى الله عليه وسلم هدية سطواتشو طيب اهون زيد بنبياك ايج كقبابو هلا اباتو بتعام لسنت ور لسنت امس سيكوبل للعالم سيكوبل للزيد اللي جيكو تماركو هيدوكو شطوتكو منام بلو بيا اغرو يهد سيفلق بمكه سيغبا سوتشو منالوت يانت لجكو زيد محمد بميبالو يمكه لج كسو غانو يالو قالوتنا بتعام يبرر متاي سنة وندبو يعني حارثه ميبالو يزيد اباتنا اغوتو لتنو لزيد بن حارثه اغوتو ولت وندماش ناتشو اندو اباتو نو عندو اغوتو نو ولتو متو ود النبي عليه الصلاه والسلام متنا فقالوا يا رسول يا محمد قالت نعم كن كريما بتامر روحنا اذان هون يا محمد اعطينا ولدنا كانت قال زيدنا باك يني لي جنو ستنيالو انغري النبي عليه الصلاه والسلام ملكاچو نو يساچو ملك نو يسويو كذا بحالا نبياچن منالو ما في مشكله اني ستاچو الله نبياچن انبي يميل نغرا ياكو حتى عند عالم من الهلال ولو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قط لا بلو اياكم الهلال ولولا انه توحيد قال لا اله الا الله ايشي لا مثلو بتوحيد قديتا سلهونش نو انجي الهلال انغدي انتن الله مبالغه الله يعني ما كان النو لكن نبياتين هنيتا لي قلص بلو نو سلازي نبياتين ستين كالكاتشو انبي بلو ياكم انزي متونا بجاتين ستين باك يفلكو النقر تأييك منا منا لتنا خلاص ستاتشو اللو لكن زيد نمر الناس مرتقو اللو كباتي شارينيال كالي تفضلو وسلوت منم نقر على سكفلاتشو ماري نسألو اللو توسلاتشو
والله كمحمد شالنيال قال له مو انقدي يسو مرچاني اكلكلو በጣም ደሳለው አባቱ ምክንያቱም እንዴት ከአባቱ ሌላ ይመርጣል ተብሎ የስላሰበ خلاص አመረጠውና አስመረጠውና ወደ አባቱ እንደሚልና ቃልና አለ እሺ ብሎ የዘይድ አለው ናስቲ አለው ይሄባ ማን ነው ይያለው ይሄባቴ ነው አለ ይስማን ነው ይአጎቴ ነው አለ ሁለቱም ሁለታቸው ተቃጫዋል አው እሺ እንግዲህ እኔ ምርጫን ልሰጠህ كنسو تهدا له نتا بيه لنسو لا تركبنا كباتنا كنتو اناته تهونا له ذا لك دومو محمد شارنيات كك دومو انت ايتهنيال انديت ارغ اندي اسكو تاقالهنا كنيل مقر كفلك دومو انت مخير برطاب قد تكونو بقى من ما تناغرم قال ولست انا بخيار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا انت رسول الله كانت ميمرطو كسمائم يورد كمريتم يورد فطرت عندي يلبا اباته فززه زيد له او اباتي والله علي انت اباتي نه براسي لاين ما وطا لكن عند محمد عند رسول الله اتون مالو توين كمحمد كذبها لا اباته بطن تشجره እንዴት ባከ ላንተ ቢስንት ስኮል ስኮበልል ስንትወር አንተን ስፈልጋለው ላ እኔ ከመሐመድ ይቻለኛል አለ አባቴ ነህ አልጠላህም ወደሃለው ላኪን ከጥሩ እንትን አታውጣኝ ባከሃሉ አሁን شوفوا ነቢያችን ምን አደረጉ ሱብሃንአላህ አልአዚም ነቢያችን በጣም ዚህ ላይ ትልቅ ስራ ነው የሰሩ ምን አሉ ህዝብ ሰብስቡልኝ አሉ በሙሉ በመካ ያሉ ቁረሽሽ በሙሉ ሰብስቡልኛልና በሙሉ ተሰበሰቡ ወንበር ላይ ወጡ ነቢያችን ገና ረሱል እኮ አይደለም ነቢያችን ሰለላም ዛ ጊዜ ገና እንትን አልሆኑም አሁን ወጡና ገና ያኔ ረሱል አልሆኑም ነቢያችን ሰለላም ተራሰው ነው ንቡዋ ገና አልመጣም ሪሳላ አልመጣም ወጡና ምን አሉ አይሁ الناس አሉ እንግዲህ ይህ ባህል ነበር በቁረሽ ኡሺዱኩም ሰይድ ዘይድን ኢብኒ يرثني وارثه كاون بحالا زيد ينليج نو يورثنيال ورثو الله لك اند فاطمه لجي اسو دومو ينليج نو بلو ورثاتو اسكبوت معناتنا يهن نغر سي اباتو دسالونا اذا هني ان لك يا زيد انغليك محمد قاقار انتن بل انيكو اند باريام تشفچفنا يمتبدل يالله مسلنيو انجي اهون ما محمد لينليج نو بلو وال خلاص مبروك بلو اباتو هيدا معناتنا اهون حزبو بنبروا بحل مسرات سمو تغير زيد من قال زيد ابن محمد تبلو تطرى معناتنا اهون كموته نبي نبياچنن يورسال نبياچنن كموتو اسو نبياچنن يورسال اسو كموته دمو نبياچن دمو اسو يورسالو لك اند فاطمهنا اند زينب اند ام كلثوم اند رقيه اند اندزي لك لجاچو هونو معناتنا እንዴት ልጃቸው ያልወለዱት ልጃቸው ይሆናል? ነዓም ይህ ባህል ነበር ለስንት አመታት ለሞታ አመታት ይሄ ነበር የቁረሽ ባህልና በባህሉ ነው የሚሄዱ ነቢያችን ሰለም ገና ነቢ አልሆነም እኮ እሺ እንደዚህ طيب ከዛ በኋላ ነቢያም ነብዩላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን ልጃቸው ነው ሊድሩት ይፈልጋል እና አንድ ሴት አመጡና ሊድሩት ተፈልጉና ማንን ይመርጣሉ በረከተ الحبشيه يمرت قالوا معناتنا بركه نعم كنيا جاي عليك بركه نج بركه يسمعشنش او الصوت هون حساد عليك انغري بركه يمتبالو لك اند اسمها بركه يهونچو الحبشيه السواني مرطنا نبيات صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثه يدروتال معناتنا الان بركه لحار ابن حارث زيد بن حارث تزوجت من جابت اسامه بن زيد يمبالو لج ولدوا ما شاء الله ما شاء الله اسامه دمو ينبياتين لب ينكا بفكر بمودد اسامه نبر ولذلك نبياتي صلى الله عليه وسلم زيدن بطعم يودو نبر لذلك قريش من بلوي سميمو نبر زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وسامة كمت أبو هلا دمو وسامة من بلوي تطرى
ابن حبد النبي صلى الله عليه وسلم تبلو هلتم زيدنا لجو أسامة يا نبياتشن فكر تبلو إطارو نبر بطان ودوا شو نبر يميقر ما شو نقر إيه باريانو زيد باريات الشتوة تشتلو تطانو يمتاو دمو كقريش هادلم كليلا كابيلانو دمو يعني عربوش يك أبيلا بشتان نبرات شو كابيلا لكابيلا كابيلا لكابيلا زكتنيا كابيلا ميديون كابيلا كفتنيا كابيلا ببان سميت نبرات شو نسوي عدالة بقى. أهون نبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد بتقام يودفنا برنا عندك زي عائشة من تلالج يقر مال إنهم يستاتشون أن يتلالج فاطمة لجاتشون أن يتلالج لكن لأسامة ينبرات شو فكر جنا وطات انتنو هتانو أسامة عندك أنا عائشة يا أخي نبياتشن من أينت مودد دم يودف لأسامة إني راسي كففن سياتشوان نبياتشن ساي كففن عائشة من دونه أن باند تورنت أسامة راسو بتورواري تور تمتنا إذا راسو تفنكتو وإنتني يفسنا برالي دم يفسنا برنا كذب هلا عندنا سواش متنا بتنو سار بأسات قتلو يا رسول الله إنتن سيرت دمو قوم مارثنو دمو سيقوم كذا هلا بوها أتبوثنا بكا دمو قوم ولكن دمو إياب بتأهد راسو نبياتشن أيوتنا انقديه دمو ودوست انداهد دمو موت أتال لبتالونا سبحان الله تلال لك عائشة بأفات شوار قوكونو يا نبياتشن أشرف آفي هونو وده انتنو قسل يعني يزيد قسل ويم يزيد يتفنكتو انتن الزاس قبتو متارقو متارقو دمونا وطوتالي دمون أوتوتو دمون دمي فس هذا الرجلنا كذو هلا يتكمل شوك وشاش دم كوت أبو هلا أكموت النبي صلى الله عليه وسلم شفنا ولت معتنو نا يهنا جرساي من أينة النبي أشين أسامة دمي ودو زيد دمي ودو تام جرمن إلى اللو عائشة إيش إذا أهون بركة الحبشية وي أم أيمن نمتبالو السن داروتنا بلنا مستهنو يهدو أسامة تولد مع فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا هون رسول هونو كجمر كأربعة مت بهلا مالتنا رسول هونو تنسيلو يعني رسول كهونو بهلا الله سبحانه وتعالى ينبروا بهل كارفو لتلوي فرلقان بزو بهل نبر بنتنو بقريش بقرآن يا وردات إزاز يا وردات ينبرو بطعام كشاشة هونو بهلوج اندياس وقدات شوسي فلق بجمر يا جمرو بنبيات صلى الله عليه وسلم أهم من لك أرفي فلق على الله سبحانه وتعالى هلت نقر مجمر يا نقر يه يك أبي لا سميت ينبرات شو الله سبحانه وتعالى من دنو ميلو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يي قبيلة يي نو يي تقرية نو يي وراغي نو يي ولي نو يي چاينا نو يي أردني نو يكو عند التواوقون ويدركو سنجي عند قبيلة كليلة قبيلة مبلت أوما إن أكرمكم إن الله أتقاكم بتقوى بيتشانو علي أهوني هنا قر لك أرفو يفلق على الله سبحانه وتعالى يه إنك أنتن بالبحثنن يقال لي جانا قبام إنيا دموك الزهنن يقال لي جانا قبام يميلو نقر يه نقر لي أسوأ قلي فلقان بمان جمّروا بنبيات صلى الله عليه وسلم جمّروا مالتنو من هذا الرقى يه عندنو ولتن يا دمو يه تبني يمبالو لي أسوأ قلي فلقان الله سبحانه وتعالى تبني من دنو نبيات صلى الله عليه وسلم يا درقوت زيد لجينو كموت كوي ورسنيان كموت ورسوال له لكن دا فاطمة عند عبد الله هونو لجينو بلو تري هذا الرجو لجو لجاتشوا اللي هنا يشدم يالولدوت عندي لجاتشوا هنا جين ينبر بحر سلو هنا يهن بحر دمو لي أسوأ قد فلقان لب بلو وندموش يهن هلا تنقركو تهون قصاو بزيه تمركو سنو تقلال لا يزينب قصة بنزي هلا انتن انتن يال انتن يالو بزيه نو من مرة وماتنو ان الله سبحانه وتعالى انزي هلا بحر يعني لي أسوأ قد فلقان من هذا الرجل زينب ألات سبحان الله زينب عربية قح إيش معنى قح يتتأرى عربنج كقريش عندهم يا نبياتشني أقوث لجنج كقريش بتأم كتتأرق أبيلا كراتي مستمات شو ينبرك أبيلا كالنسو عندي تتأرى عربنج
زيد تشتو يمتع ويمد مكلي لك أبيلا بتعم بزك تنيتي ميتاي عند سو نو ديهم باريانا ونبرو أدلم سلزي بيج هونو قف حالي بزينبنا بزيد بن حارثة بتعم تلك ليونة حالي ولكن أمر الله سبحانه وتعالى أمر نو زيد بن حارثة زينب اندي أقبا يا الله تأزاز متى سبحان الله العظيم كذا امو للا تأزاز متى أنت امو يا محمد يا نبينا يا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنت امو كزيد تفلتش سوا أنت تقبات الله يميل امو تأزاز متى يقبات شو ربابالي يمان تأزاز نو من عرش الله من فوق سبع السماوات الله تأزاز متى أهو النبيات جسا أسلم زينب عندما يقبو بلبات شوالي يكعل لكن لزيد عندي دروات دمو هيدو مالكنو هزو هلا انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطب لزيد ابن حارثة زينب بنت جحش أهو نديتنو تكبرات تكبلو فدخل على زينب بنت جحش رضي الله عنها فخطبها يا زينب لا نعم زيد بن حارثة للتاجبي إن نو يمتهن فكادش كهنة زيد يا جبش نو بلو طيقوا فقالت بقطع نو ملستشو يا رسول الله لست بناكحيه إن السنة لجبم ديتها جبر لو أنا عربية قح وهو ما هو تشو طيب متقاتل وطيب متقابرين ببرو كقبيلاتشين الهنة على جبم مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تنكحيه يا زينب أقبيو ألوان بل سلسك ألوان قالت يا رسول الله إذن أؤامر نفسي استي توينا عندك راسين الأماكر لا السبب عليك مثلاتهم نبياتشن عندك الكسدتو يعني عند سو أينو أتشو أينو ملتو نبياتشن أي كراكرم ሁለተኛ ጊዜ በል ልታገቢው ነው ሲሉት እንደ ትእዛዝ መሆኑን አወቀችና በል ትንሽ ራሽን ላማክርና ተወኛለችው ነቢያችን ሄዱና ለማግስቱ መጡ فبينما هم يتحدثون لمن እንግዲህ ታገቢው ያለሽ እሷ ግን ልታገባው አልፈለገችምና يا رسول الله ተወኝ ባክህ ትላለች እንደዚህ ብለው እየተነጋገሩ ቁርአን መጣ سبحان الله العظيم ከሰማይ ቁርአን መጣ من إلى القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أرى يا زينب لا يا الله تأزازنا يا نبيات شن تأزاز كمتاكو عند سو من رجع اللوم الشيب لما قبلنا ومكنياتهم الله كذزي نبيات شن صلى الله عليه وسلم كذزكو لانشتك انبلون ميازونجي انشن لي قدو بلو الله انا رسول انشن لي قدو بلو يعني يهن قري من رجع مثل شان لا اندزي كون ما با الله انا برسول انش امنت يلشم سلزي وما كان لمؤمن عند مؤمن يتبالي يدمو يهن قري لزينب تشادلم لن يامنو اسك يوم القيامة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله إذا قضى يعني الله تأزازك ستة فردك ورده ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فردك ستة نعم أمرا أن يكون لهم الخيرة خيرة مالت من رجع مالتنا عند سوم رجع اللوم من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إن بك لقل يعني بزوت فاتن دت أفهمه وكعلب ذات يمل فنبيات شساء سلم نقرنا بصفية بانتنو بزينب يهن قرسي متى ولت جواولا لا كفا درقش خلاص استسلمت إش يا رسول الله أقبال له هذا قن ستودنو ستود من مالت نو يا الله إنا يا نبيات شن تأزاس الهنا نجي الودد تشوف دمو اللي تودو ما تتشل مكنياتهم بتقام تلك ليونتها اللي بهو لفتاتشو مالت نو فقالت رضي الله عنها رضيته يا رسول الله فأنكحني يعني خلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم خلاص التاقبيونو تبلو انقديه أقبات مالت نو من أقبات زيد بن حارثة زينب أقبات نعم أقبات مالت نو وبهذه الواقعة أراد الله أن يحطم
مع الفواقية المورثة في الجماعة المسلمة. أهون بزيه الله سبحانه وتعالى كسماي من أورد ما أثنو يه يكأبيلا كفتنيا يكأبيلا زكتنيا مبالو نقر بزيه لا يدمت ما تواوت أو كهم بهلا ندزيه عليه اللم عند باريا لزينب يا قباتي الله تعزاز لولنا كهم بهلا إني مسفيس لشي لجنن أني رمو يفي تورار إقالي لجنو مبال نقر يلم بتقوى بيتشانو بلو يهن هقا ورده. طيب كذاب هلا وكان الموالي وهم الموالي وهم الرقائق المحررين نزابريا نبرنا نتعي وتسوش طبقة الأدنى ذكتنيا نبري ميتايو كنسو أندو زيدنا ومالتنا. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق المساواة الكاملة بتزويجه من شريفة من بني هاشم. هي من بني هاشم مالت ينبيا تشن كبيلة مالتنا نا زينب كنسونا تشنا أهون زيدن أقباش مالتنا. طيب كذب هلا أهون طلاق متانقدي عند أمتك هنا عند أمت ما المولو ميلالو عند علموش عند أمت تكلنو بتشايك أيو من من زيدنا زينب بلنا مستهونو عند أمت بتشانو يقويو بزي عند أمت كن عندك أنت دستايو كم زيد. والله يا أخي سبحان الله العظيم يهك أبي لنا تنقرنا وقان يزار قداي كدرو يمت أمانة تكونو أو عندك أنت سبلو تاكم يمت أنا يا رسول الله نعم يا أتش زينب كواسك أي أتش نتألقات إلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك زوجك واتق الله الله انفرى زنبله يا ذات إلان عند كسامت وهلا دمو يمطل يا رسول الله يهجكو بتام اتودني مكو ان التلقاتن فلو يا رجل امسك عليك زوجك واتق الله يلوتال. نعم يقول طلاقها من زيد واسقاط البني هون دمو كزيد لتطلق تو الله سبحانه وتعالى لمدنو يفلقو كزيد تطلق نبياتين داغبوات سبحان الله انديت اندزي هنا. نعم مكنياتهم زيد يمان لجنو سيمان لجنون قروي زيد يمان لجنو صافر لنجسي زيد يمان لجنو أتاكم أهون سقد صوي قويهو زيد بن حارثة يمان لجنو أو يا نبيات شنو زيد بن محمد كونو مبالو أباتو كوبك عجونا استوهده أهوني مبالو زيد بن محمد. طيب اندزي يهن هجك كتالي اسكهون درس بنور نورو اني بكا كمان قد امتشي ايهيش يني لجنات الله تالله يني لجنات خلاص سفيانه سفيا بن ابراهيم بن اسرائيل الله تالله ويم دمو اندو واندامت انا يهون دمو عبد الواسع ابراهيم سراج الوالله يني لج تبلو كنقا يقبنا لجو تشين فجاش شوال انجدي لجا قرر لج كالوين خلاص واندو يني لج سنتبالي كنسو قايس دبال لقال بزونا داري متال سلزي يهن بحل الله ليسلك قوي فالنقال بنبيات شن يا أخواننا تملكتوا بدن كمجمرة كتاتلوت نبيات شن صلى الله عليه وسلم زينب لما قبات أرس بلباتشو بأشعقلاتاتشو على النبرم لكن أن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات لحكمة يعني يهن عينات مطفوبة الكارفو لتألس لفلقة من هذا الرقة نبيات شن صلى الله عليه وسلم يزيد مست زينب يزيد مست التفت تا نبياتين منبر نبياتين يقالوا لكن اثروا من يلال زي يمطانا زيد يا رسول الله يتش زينب كواس تشجرك ارباك تو تو اتطلق يلالو كن يقالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم زيد سيطلقات اندميا غبوات يقالوا لكن اثروا لمن اثروا اهون حزبو من يلال حزبو مندنو ميلو محمد يلجو مست كونو ياغبا تبلو كمسراق اس كمعراب نو بمولو يميورا يه نجر نبياتي صلى الله عليه وسلم اسفراچونا تو 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 يلوتال. طيب كذا بحالا يمتا اسچغراچ يا رسول الله بقى اتلقات الله يلال لا اتلقاتم بمچرشا الله سبحانه وتعالى بوست غبا لما حكى لاچو غبانا قران اورد دمو اخون من إلال يقول سبحانه وتعالى وإذ تقول يا محمد وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الله سبحانه وتعالى باريا ينبرو زيد نتعي وطاونا نعمة يسطو أنت دمو يعني
لا زيد بن حارثة كافر ينبرو بإيمان يسقباو ستعطى يسطو الله أنت دمو باريا ينبرو نتعي وطهو أنت نعمة ستهو إني نعمة ستهو تنا يهلج علي الله سبحانه وتعالى يا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجة واتق الله طيب إنذي تلو الله لمن دنو اتلق الله سيل إشي تلق أتلا من أتلوم أنت لما تتاقبات تتاقله طيب لم تزيد زيد مكتو زينب فتال له قال تسمى ما نمسير إشي تقلق أهل من أتلم لمن دنو يا ذات باكه قوي من أمن يمتلو لمن دنو إلان كذلك أطلب من يار نعم يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه الله كو يفا درقو نقر أنت لتدبك أو تفلق الله من دنو الله يفا درقو يفا درقو نبيه صلى الله عليه وسلم زينب مقبات من دال لبت والسنو على الله إن الله نجي يفا يمي درقو بقلت يمي قلت أونك أنت يشفنك يشفنك لمن دنو يقول بعدها وتخشى الناس والله أحق أن تخشى سو انت فراد له إن دايلو انت لالله يا محمد الله نفرتنا يا لبه انجي سو من يدرق لها نبيها شمي يفروا نبر انزي منافقوشنا انزي قرشوش كفاروش انزي بكام انتنو ديناتشو قنال ترقاقت اللتنا بطان دكام ما ايماني اللتشو محمدكو اها يلجلو مستكوني اقباو مغناتو الزاق زي اني عايف سمانم بالزاق زي قل تبني بلال تبني مالك اللي جينو بله يا ودانت يا اسكمت كوليج لكند لجه نبر سلزي اونتاتشونو محمد يلجو مست اقبا لبال نو تبلو نبيه صلى الله عليه وسلم يفر نبرنا الله سبحانه وتعالى نقر قرات ماتنو يقول سبحانه وتعالى أمسك عليك زوجك تلا له نعم واتق الله تلو له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الناس سونت فرا له والله أحق أن تخشى الزوجة لنبيه تشين بك أرفوا الزهلاي استسلموا نعم فالله تعالى قد أخبر نبيه أن زينب بنت جحش ستكون زوجته في الدنيا وستكون زوجته في الجنة ينقر يقال نبي صلى الله عليه وسلم لكن لقزيو الزم علينا الله قصت أتشو لمن مثل الله طلب له لمن التاقباتهم إن يفلك تكون إلى الله سبحانه وتعالى أنت يزيد مستر التاقبانا يه يليجول مستكو أقبا يمبالو نقر قطة عندي السرزنا بشنك الله تسوي ينبرو تقلا عندي وطأنه مفلقوا عليه طيب لأن زيدا ابن للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون زواجه من السيدة زينب بنت جحش نعم وأول من يطبق هذه الحكمة هو النبي صلى الله عليه وسلم إذن نبيات صلى الله عليه وسلم أقبوات مالتنو طيب نبيات كنتنو تتألق أشمالتنو زيد تألقت خلاص الدواس تتشرس نبيات صلى الله عليه وسلم هدونا أقبوات هزبوت أبدا تقلال لا منافقوشو مناشو منشو مشركوشو بمولو تنسونا أرى محمد المزاري ظلمو طعمي فهنو والو سوي ميزان مو منو يلجو مستكوني أقبا مالت جمرو لقزي والو ناكزه هلا بقى إيمانون يتنكر سيهد نقروا ترسى الحمد لله يلجينو مالت تكرفو هيد مالتنو إشي انديت أقبوات نبيه صلى الله عليه وسلم وبعد طلاق زينب من زيد بن حارثة وبعد انقطاع عدتها يعني عدوان ست سيالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد يقول الله شنقري سبحان الله يقرم زيد أهنو يتألقات هل الله إن نبيه صلى الله عليه وسلم لدروات اللي أقبوها سفلقوا ما أنه يلاكوت زيد لاكو زيد ما بيالواد اللي ينبروا آو إننا نقروا بطام كما سرطن ديك أفانو يفرلقون زيد هيدنا زيد هيدانوت هيدنا يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لياقباش يفرلقال بلاثان إننا نادر قومي هناك لبياشين نادر رقوم لاتو يلي لنا نقرنو يبهل بك أمدفاتها لبتنتنو طيب وبعد انقضاء عدتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة اذهب واذكرني فيها هده لزينب محمد كون نبي صلى الله عليه وسلم ليقب شفل القلب يقول زيد فلما قال ذلك عظمت في نفسي نبي عشان دزي سولج بتأم كبدني يعني بتأم برتان تنو لكن فذهبت إليها يا نبي عشان تأذى سلونه هدقال
وجعلت ظهري إلى الباب أنكوكوهن جرباي لسواس الطهوات ندالايات مكناتوهن بيستواد اللجم تنانتنا أكفوات يميادر ينبريت زينب أهون سلت اللقات ميستواد اللجم إن بابو ستكست اللي نالي جرباي ستهواتنا ودزافي تيارجي وقلت يا زينب بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذكره لك نبياتشن لي أقبوشي فاللقالنا تكساتنا هيدنا نقراتالون فقالت ما كنت لأحدث شيئا حتى أؤامر نفسي الشيء نبياتشن لي أقبوشي فاللقالو أو بلستي راسين لما كرنا مكريت ما كري إن شاء الله نقرها له ولتشو فقامت إلى مسجدها وده مسجد هدت ودعا درقت دعاء ترقلت دعاء ترقلت يا ربي يا ربي يا ربي تلعلت سوى ما سافرت نقرو تنانتنا يا محمد ليج زيد كالسوغا ينبركو أهن لمحمد أقباش بلو سومني لنيا البلاء تالك سالت زهدت دمو بتعم دعاء ترقلت مالتنا فأنزل الله تعالى أهن دمو القرآن ورد الله سبحانه وتعالى يا أخي قرآنكو يعني هاك نرو انديت هونكو برمضان سيمتا ان انت سوست جزي عرات جزي اختم ياله قرآن تلاله لكن اهون ما نبو ايات سورة ان لا تاكم من دمي لا تاكم سببو من دهونه ما نمسو مياك يلم ان السواب مسجد هلا دعايا درقة يعني يمسنور نقر مسالة السواء نبيات شنن بزي يتسك أيو يا الله تأزاز هنا نونجي يلي جات شو مستعقبان ديبان نو منامن حتى مسلمة شو صحابة شو براسات شو يا الله تأزاز هنا نونجي قرما شو نبر نقرو إن يهن نقر هلو لما قرأت الله سبحانه وتعالى القرآن ورده من إلى القرآن يقول سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا يعني زيد كسواغات الرسو سيلياينا يزيدنا يزينب بالنا مستمهن الرسو سيقورتنا سيقرس علي زوجناكها يا محمد إنينو يداركو أنت هذا اللهم يداركوت عن إنينين زينب أقباء ولهالو انديهم سبحان الله ميقر ما تشوف انديهم أباتوانا تتأيك الناتواما تتأيك مهرم يلات من يلات إنينو أباتوان الله كنا نرزه ملو إني ولي أمروانينينا هيدنا قد أقباتانو من نملو الله يقول فلما قضى زيد منها وطرا وطرا مالت يعني زيد كسواغا ينبرو في اللاغوت كترس بهالا كتألك أثناء عدوا كتترس بهالا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا يهني أدركوا عند الزي اللي جينه بله كانت قام تسكمت أو اللي جيه يال هنا سو أن يهن بحل كما سرثوا عند أفاو سلفا لكو بان تجمركم قريب محمد يعني زيد ابن محمد ينبرو أهون زيد ابن حارثة ببالا اللبت مكناتهم باباتهم التراثة اللبت اللي جيه أدلم أن هيدنا يسوان مس يسون مس أقبايالكو إنيني بلو الله سبحانه وتعالى فرقا وردو صحابوچو متو عند كم بمتو تقبلوا تي نجر غياتمي الله تعزازنا طيب يقول فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير اذن لتيكاچو اغبوات على غبواتم متو ان نبياچن على فقاد كتب ود بيتو اغبو ستارون كشفونا فيتوان كشفو غبو سلام الله يمن يمن دف ثلاث نويه جنا سايق بس نزيد ميجابو ماني نقرني على شيء ماني نقرني على شيء ما يكيم مست سؤاله يعني أقباتنا يا له الله سبحانه وتعالى سلزي هدونا قد تقبوا دبيتوا بدون إذن على فكر منا من قبونا قد تاب مستحجوه نج سرقي اللب ولي أمر اللب مهر الكفلو من دنو من دنو نديت أنتنالو إشي أبوانيس من مثلها أستاذ قزين دعنا تفا الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد وطرا منها زوجناك الله سبحانه وتعالى أقبان هذا يا مالاتم قدي الله سبحانه وتعالى
بإندف فعل ماضي أقول الله سبحانه وتعالى يعززه أقباني الله سبحانه وتعالى يعني أردي يتدك يالفن من النجر ترتر اللون الله نود أمه هل النجر يأزقات جلات شو خلاص أبقوا طال معلتنا وداوة دي هلم نكاحوا ألقوا المعلتنا سلزم من المولو هلا بيبان نجر يلم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايكي نعم هنا أهن أبو أنيس لني متو من إلنيال لجيه دارين إلنيال أدلف إشي متعنا هل تمسكري بتعلو من لاله زوجتك بنتي يا أبو أنيس زوجتك بنتي بالمهر 1000 ريال إلا زواج مالك سمني لال قبلتها لنفسي بالمهر 1000 ريال إلا نجدي ستهود تقبله هذا لمده مهر ستهو الله ألا كدك كهرس مستيهونك الله كون رزي كون يدرقه فلما يعني يقول سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها خلاص أقبتها لانت دري اللهن هد ألو نبي الله سبحانه وتعالى فقال فدخل عليها بغير إذن إنه لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك المنافقون فقالوا حرم محمد النساء الولد وقد تزوج امرأة لنفسه للي لا سو حرام إلى محمد أهن لراسو يلجو مستيا قبال بلو سدبواته لكن أداونه بنو هيدا نقروه يا الله قسمت أماتنا كذبها لا إن ديت يلجو مستيا قبال يميل بزوري بمكة بمدينة بمولو تسراج أمارتنا أهن دمو الله سبحانه وتعالى زيد بن حارثة يا نبيات لجن دال هنا دمو يهنا قر دمو كتشن كلاب أتشو كارفو لياسوك قلت كفلق أبو هلا ليلة قرآن دمو أورد الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم يعني نبياتشن لزينب بمي أقبوات قزية بزو آياتنا ويوردو يقول لك ندسا ما تشنو أهن نقري نبياتشن صلى الله عليه وسلم زينب كاقبوب هلا من دنو وري يتبتنو الزا محمد يلجو انتنا قبا محمد يلجو مستا قبا انديتنو لليلا سو أتاقو إلى الرسول منامن إلانو الله سبحانه وتعالى القرآن ورده من القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أرباك تتو محمد يا محمد لجوش تتوقنا تشو عبد الله قاسم زينب رقية أم كلثوم إبراهيم فاطمة كنبي صلى الله عليه وسلم جربا يوتون نزي سباتنا تشونجي محمد كو ليلا لجي اللوم ينانت لجوش ينانت وندوش انتن سيتوش أباتا دل محمد من إلال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بلو أهن محمد زيد بن حارثة أبات اندال هنا بحقنا بقرآن كأرفو لك كوما لثنو طيب كذلك ليلة دمو أول ليلة دمو آية سبحانه وتعالى كذلك ولا دمو ليلة قرآن وردنا كنج الرسول ما نمسو يهلا محمد نبري آية أهون قل اسكيوم القيامة ما نمسو أمتتو كهوسبيتال أمتتو يعني لجنو بلون تندى درك لجنو بلون ودسون دا يسقبا ليلة قرآن ورد الله سبحانه وتعالى من دنو قرآنو يقول سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم زنبلا شوي اقلي لجنو اتبالو لاباتو تشاتشو تقرواتشو يعني زيد يحارث لجنو نجي محمد أدلم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم نعم يعني أباتو تشاتشو قالوا بزي بهو تشو يموتو كهون يمتقواتشو كهونو ودى أباتو تشاتشو أستقواتشو لمسالي إبراهيم سراج يعني أبات سراجنو كجرباو سراجنو
جن أباتي سلم ما يتوقع إبراهيم عبد العليم تقول إني الله شو كيف بيت عبد العليم نو السنة سادة جن الشيء بيأساد جنيس يهن نجر بقى أسقامه مالته الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تعلموا أباءهم طيب أباتي شو ما توقع شو كونه زنبلو بمريت تقول إيه بود في شيء متروت بود في شيء كونس فإخوانكم في الدين وندمو شاشونا شونجي لجو شاشوله أي شلوم ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم بفيت هذا الرقوة هذا الرقوت هذا الرقات شون ستت الله عفو بلوال خلاص نعم ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيم كهم بها لقن هنا بلا تشوزن بلا تشو لجاه تشيا الهنين لجنو أثبلوا قرآن أوردي سبحانه وتعالى إذن ينقر قري كذاك أن جمره أهون باقراتشن قد في تشاهم بالالج أنا لم دل يعني ست بزينات ولدنا ويمدمو يعني بحلال ولدازن بلا ثلاثة دالج لجو سوچو أنستو وده هسبتال وصدرنا إذا الأبات على الناس إذا هتقال مالتنو عندو وندماتشن نو إزيه بسعودي عربية كنياغانة برزي نابا ديسابا فارنا مستناچو 15 عامت اندزي አልወለዱ እና እንቢ ስላቸው በቃ በጣም ህፃና ፍቆት ነበራቸው ወደ ሆስፒታል ሄደና አንድ ህፃና መጣና አሳደገው ልጁ አድጎ 8 አመት ሆኗል ቁርአን حفظው ምና በቃ ጥሩ ሰላም አደረገ በመጨረሻ ወደ እኔ መጣና ያ ሼህ አለኝ እኔ አንድ ጉድፍቻ አለ ያሳደኩትና በጣም በጣም ነው ወደው ቁርአን حفظኩትና በጣም አደገ አሁን 8 አመት ሆኗል አለኝ أهون من لارقو موتا اللي من اللي من لارقو عليك نامس الطوثيني اسمع الكوت يسو يو كانتن دا تسلق قوالكوت كانت قايدا نكراتهم لجي اللهم ليلا كانت قايدا قرآن أستمرو اسلمنا أستمرو لهم يستمركو الله من دهن كفلهان جن ورك أتصاف الكوت عندنك ورك أتصفه صوست مسكر أدرقه أنتنا مستهف فرمه صوست مسكر فرمو يهن ورقات فذا كباسبورته أتعبك أوالكوت نا كموتك السو ينتلج اندال هنا بورقة في التوقع ويم السو كموته أنت أبات اندال هنك بورقة في التنيلال سلزي يشرعوي لجه اندال هنا بزي التوقعنا اندزي هارقالكوت الشي بلو هيدو ورقة صفو سوسو أمسكرو كذا وهلا انتنو يعني السنة مستو تصفو بفاسبورت لاي انتنا درقو كذا وهلا متعنا اندزي هذا الرقو علي بتعام ترونو هذا الرقو دمو دس اندله بيه يجو وده تهدكو وده سعود عربية مفتي يسود عربية تلوكو مفتي على ذلك وده سو يجو هيدكونا قبان عند بعضهم تجابوا السوني جابهنا يا فضيلة الشيخ الكوتي قدام دزي دزي نو دزي والله لك إنين دار كوت لك إن تماكرن كونوا الشيخ إن تماكرن لك إني الكوت مرسى ستو أسد جو الله سبحانه وتعالى أجره إسات أهل جن ورك أتفه كذا كانت باسبورت لا أتابك أونا يعني كموتك وهلا متو وراشين من عمل دايل هجنيا لجهن دال هون ديا سو كن ذي هذا قالوا لنا سويه بتأم دسالو أهون يس كسمنت أمت كسرت أن أمت بفيتنو أهون سويه وده أسرة سبات أمتنو وده أسرة سمنت أمت إدمي ولا أسد دقو كن السجال لك كن دلجاشون مياه يتمارثنو طيب يهنا قر إنجليه من دنو نبيك شن سالسلم تبني ين أنا التبني اندي أسلكك الله سبحانه وتعالى يهون هلو آية ورده انديهم يعني لزينب يدارات الله سبحانه وتعالى بزيه مكنياتنا تقول زينب شوفوا اسمعوا ولما نزل قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كانت زينب رضي الله عنها تفخر ايش معنى تفخر تكورا نبر تفكر نبر من تلالج ننت محمد يا نبيك المستوش تلالج نعم إنكو يبلدك سوكو إنين تلالج لأن كنا زوجكنا أباؤكنا إن أنت يندن لاتشو ولي أمرهن يداراتشو أباتو تشاتشوناتشو إنك إن زوجني رب السماوات والأرض من فوق العرش الله أباتهن يدارنكو يا الله أنت لكونني ولي أمريكو الله نوبلا يكون رسلنا قرن الضر وحق لها يا أخوة ونتوانا وندزي كراسي السمك مكنياتهم أباتهن يدارات الله سبحانه وتعالى نو إن لالن طيب روي عن ابن الحسين يعني علي ابن الحسين كان كسيمت عن وري
من هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله بأن زيدا يطلق زينب وأنه سيتزوجها إياها. فلما تشكى زيد للنبي نعم خلق زينب زيد يمتى يا رسول الله إيش زينب كو أخلاق وكو من سيلة ليه؟ قال له رسول نعم وأنها لا تطيعه وأعلمه أنه يريد الطلاق. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك اتق الله يميلو ينبره نبياتش سلفروا نو إلى من فروا أفروا أفروا سوش من يلنيال ياو إن لقل اسكت مالك لو إشي. وهناك زينب بنت جحش إذن أهون بأ الله فكأدنا بأ الله أباتنت أقباتش مالك نو أهون من مؤمن نو أهون لمن دنو نبي صلى الله عليه وسلم زقن يا قبو يميلو يتشي سيت الله يدارات انقدي مهني اللبتم يميلو مسلم يبالا لا مسلم أدلم يبالو مكنياتهم يا الله نهج بيه تتقرر رسل هنا يهنا قر أفاتش المكفف يلبن نلالن زينب بنت جحش عندت أبايا الله عند التوقف أم المساكين تبلا تتقرر نبارج في حديث بخاري ومسلم من إلال زينب بنت جحش يعني نبياتشين كما ما تحشوا بفيت منالو أطول كن يدا أسرع كن لحوقا بي ألو نانتين مستشكو الجوابة أمر الجيمي هونو السوانو تلو كان يكمتكم هلا تلو يمتمتو الجوابة الجيمي هونو نو ألو نبياتشين كذابو هلا نبياتش صلى الله عليه وسلم كموتبو هلا قد تسبسبونا زتاني مستشنياتشو تسبسبونا إجاتشوني لكو نبار عائشة لجوا رجم نو نا لا حفصانو إجوا رجم يابلو إجاتشو سيلكو يا زينب بنت جاحش أتشير نبارك سواتنش أتاري عليش رجم هذا اللي ينبارك وبش تقنجو نبارك لكن يعني أتاري عليش نبارك إجوا بقى نورمال نو أتشير نبلو تتواتنا رجمو إجي نبارو يا سودا نبار فقالت سودا سودا بنت زمعة يعني يالنا سدس الجوش ينبارك بتام رجم ينبرشونا اجوا رجم نبر انقدي سودا انش نو متموتوا الوات لكا مجمرا موتوچو زينب بنت جحش نش لمن موتت اندي اجر يال اجوا لا نبياتي صلى الله عليه وسلم مالتاچو سو ادلم بتام صدقاتا بزا نبر اجوا بمزرغات لمسكين ام المساكين يتبالج بتام صدقاتا بزا نبر بتام شر نبرج اندياو من تسرا نبرك مسراچو نبياتي صلى الله عليه وسلم بنبروبت غزي من تغزالج قودا تغزالج يفيل يبق قوداو تغزالنا بزا بترو بغبي هنا تالفوالج بصحاي زرغتا الفتا سجاد ارغا شطا يغباو غنزب صرفو لمسكين تسط نبر ብዙ ምስኪኖች በዘይነብ የሚቀለቡ ሰዎች ነበሩ ለዚህ ነው ነቢያችን እጅዋ ረጅም ያሉት ለዚህ ነው አሉ። ከዛ በኋላ ዘይነብ بنت جحش كانت اواه ነቢያችን ምን አሉ يا عمر قالوا نعم ان زينب بنت جحش لاواهة قيل يا رسول الله من مالت نو اواه قالواچو قال الخاشعة المتضرعة الخائفة إن إبراهيم لحليم أواه منيب ألا لم الله أواه ما لك من قراته من دنو يميل سونو أواه من دنو يا زنا جهنم ستكس جنة ستكس يا أمة محمد بن روسي هاي هلتنيا دمو يتزلم سوسي هاي يعني يمي أبزا سو أواه بارار يا رب من اللي ترقنيو يا رب أنت عزيز كنكوركو على دركم بتقام بتقام متفوكو بتقام إنيكو زنبنياكو ننبلو يمي أبزا السنو أواه مبالو سيدنا إبراهيم أواه نبرو زينب بنت جحش كانت أواها يعني يمتلو يمت أبزا سيت نبرج إلى إيشي زينب بزيه تشعرسها إن شاء الله انقدي بزي مكنياتنا يا قبوات منم عين التنتين اسفلقم بزو قراني ورد باسيتنج رضي الله عنها وارضى عنها اشي ود ام حبيبان هيدستي انقدي اندلكواچو نو يالفوت سيتوچ لاذنتنا لرحمه يا قبواتشو نبر اهون كن لحكمه لرساله لاند تلقم الاكتنو عيتاچوال بزينب اهون دمو استي ام حبيبان ني أم حبيبة يمن لجنج يا أبو سفيان أبو سفيان من نو تلقوا يا نبيات شنت أراتنو
بل تلات بتشاهد اللهم يا قريش شو مرينو على كانو رئيسنو بريزيدنتنو إن لنبياتشين بزوت أرنث تكهيرة بأبو سفيان مرينة نبأ. طيب يا مشرك وشو تلقو مري لجاك شو ما تبلا لك يعني أم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان لكن أم حبيبة بزينهم تتوقوا هي بنت أبو سفيان. إذن من أدرج فذات ليلة أم حبيبة بالوا عند عبد الله من بالنبر ولتا تشوم ودى إثيوبيا بسدت هدو مالتنا هجرة ودى إثيوبيا بسدت كهدو بهالا عند نقر تغنيزة حبيبة أم حبيبة عند تلج النبرة حبيبة مثل بالو بالوا عبد الله بالال هجرة هدو كان جعفر هجرة سهدو دا تسابة ودى انتنو ودى إثيوبيا الزالة ينقديه الله أي بلونا ونعوذ بالله من هذا يعني لجو بتأم متأتعب الزا مسكر جمره كذبوا هلا من عليه مدنو يا محمد دمو خمر حرام نو من حرام نو قنا الزاقزيح خمرا تحرمم لكن يعني مزنانات في القال سويو إن خمر يتأتع يمتأنا لأم حبيبة باكشتيو لم دنو ودى كرسنا نقبا ميلاتال سوار معوذ بالله من الشيطان رجل تلالج يهد الناس سكروا يمتأنا يا أم حبيبة من دنو سلام سلام يمتلي ودى كريستيان لمن أنك أيرم إيالي بيتوب ياهد الزا سيسكر منسل منسل بتقام تبلاش سويو إنا كسلمنا وطا يسكر يسكر بسكر رامونتو موتز أون سيموت كمموتو بفيت كيت كان سيكارو أم حبيبة بهلما تشو شركة يسمعي شركة ببيتها تشو ببيتها قبتو بيتون سيابرا أيش مالتنو كذبها لا مدنو شركة أو بلانا اللهم اجعله خيرا نال لكا نبياتي سأسلمنا تشو شركة لياقبوات يمكراربو مهنا تشو السواء الساكم أن نبياتي سأسلم ورقت لكو لأحمد النجاشي دارين يالوت. طيب لمن دارين يلالو فقال لا شلون من أم حبيبة مجمرة يعني بلوية مت يعني يتفتشنا بلوية متشبات تلك سنج أنت لجلا قلت طيب لمن دنو نبي أشين ليا جبوات يوفرلو تلكو نجارش يا أخوا تلكو حكمة نبي أشين سالم يسلم يسلم من قست مريناتشو أدلب أبو سفيان يا كافر من قست مرينو قلتم عندك عند من لبالاتشو اهون يعني ሁለት ጣላቶች መንግስታት ካሉ እንደዚህ ናቸው ማለት ነው አሁን ነቢያችን ሰለላም ምን አደረጉ ኡሙ ሐቢባ ያቡ ሱፊያን ልጅ ባገባት በነና በአቡ ሱፊያን ያለው ነገር እየቀዘቀዘ ይሄዳልና እየለሰለሰ ይሄዳል አቡ ሱፊያን ጣላት የነበረው አሁን የልጁ ምስ የልጁ ባል ስለሆንኩ እኔ تنش حسابه يكير هنا تبعلنا بالله تأذى من دنو نبيه صلى الله عليه وسلم أم حبيبا اندي أقبو ودى أحمد النجاشي لا كنا كذوها لأحمد النجاشي راسو كنو أردت متو دينار بذلك زي ملايين مالتنو أردت متو دينار مهر كفلو دار يعني سرقو تدرقه أم حبيبة يا نبي صلى الله عليه وسلم نستهونج بزو حدية تقبلت سوا عندهم بتاجبة بس انت والتادر بس انت سوى تاجبة نو ودى مدينة هدتشو أم حبيبة كذا هلا دمو أحمد النجاش دمو بزو حدية لنبي صلى الله عليه وسلم لا كلاتشو كلاكوت عنده من دنوالو ሶስት ከረዛን ከረዛን ታቃላችሁ በትር ታጥፎ የማይሰበር አለ በኢትዮጵያ ሲታጠፋል ግን አይሰበርም ከረዛን የሚባለው ነገር እንደ ፕላስቲክ አይነት ነው ግን አትክልት ነው ሶስት ላከና ነቢያችን ሰለላም እነዚህ ከረዛን ተቀብለው ምን አደረጉ አንዱ ለሰይድና አቡበከር ሰጡት አንዱ ደሞ ለሰይድና ዑመር ሁለት ወዚር ናቸው እነዚህ ሶስተኛ ደሞ ያ ቢላል አሉት ናስቲ ይህ ከወንድምህ አህመድ ነጋሽ የመጣ ነውና እንካሉትና ለቢላል ሰጡት ማለት ነው ይህን ኢዛ ኡሙ ሐቢባ ወደ መዲና ተመለሰች ታቃላችሁ እናንተ ታሪኩ አብርሃት የምትባለው ልጅ እንዳሰለመች ታቃላችሁ ይህ በዚህ እንዳለ ኡሙ ሐቢባ ወደ ነቢያችን መዲና መጣች ምን ተገኘ ሱብሃንአላህ አልአዚም አቡ ሱፊያን ይስማል
أبو سفيان لجهكو محمد أقبات سل أنكتك أتأغنثينو بتعم بتعم قرمو فقال قولته المشهورة من هذا الثاني قال لك تنانتنا محمد سال قدل ألارف من ميلوين برو محمد يعني الناس حباوشن بمولو بدمت ماتاتشو أو تتن وده بهر ملكك على البنية ميلوين برو اسلمنا ماتفات على البنية ميلوين برو أبو سفيان كذك كذا تنشنا أهون قدي يليجو بالسل هونو نبي صلى الله عليه وسلم من هذا الثاني قال لك قال تزوج بنتي رجل لا يفقع أنفه أبدا يعني اللي جكو يا قباتكو محمد يمبالو بتقام ما يدفر أفنشاوي لنقاوي ما يتشلسو كبر يالو يتكبر اللي جينا قبالي سنانتنا محمد اللي يتفاع المفكورين ببرو أهون محمد ما مقصد يمر نعم نبياتشلنا الله دمو زيينو يفلقو يفلقو تيه نبر إذن يقول أبوها زعيم الأعداء الذي يقود المعارك ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطش بأبو سفيان بابنته بتان فرتو نبر لكن الله سبحانه وتعالى أكذك أزو نقر مارثنو ولذلك يقولون يقول قرآن عند ورد مالتنا عند آية وردتنا علماء شمنالو ييش آية لأمة محمد هلو نوالو لكن بالذات لأبو سفيان أن أبو سفيان يمتنا كآيات أورد الله سبحانه وتعالى من إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول نعم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لال سبحان الله إن أنت سويت مطفو يا درجاته بمطفو أتملسوت إن أنت سويت مطفو نجار يا درجكوا بترو نجار بتملسلتكوا لا تشاي نبرو ودودا جنتك أيران يقول لك أبو سفيان بتعم ثلاث جني نبرو يسولج لنبيه صلى الله عليه وسلم أهونكوا أبو سفيانكوا يا نبيه أماش هنوالكوا انقدي أماش كهونة انديت نبيه نقودان لكن قد ألبتنش يعني زعيم سلوهنا قد تلنا نبيه صلى الله عليه وسلم أسرش والتادر وشيزو ودى مكة مكتو مكان لمكفت سيلو أبو سفيان إجوي ستنا يا نبيه تكتاه هنو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بلو أمني ودسلمنا قبا كذاب هلا أبو سفيان تلك داعية هنا تلك داعية نبيه صلى الله عليه وسلم سيموتو كأبو بكر كعمر كعثمان هنا يعني ببرها يهدي بطرنتي هدي خطبة يدرقه سنت سوي يقف أفاو لجهاد تلقوا داعية تلقوا شيخ هنا ما نفره سبحان الله العظيم إذن أم حبيبة لمن قبوات نبيه صلى الله عليه وسلم بنل عندي يتمرطوا سنت لجيش كون ببروا نبيه اللي قبوات شو مفلقوا لا أم حبيبة مجمرة هجرة هيدك بالوا بسكر من هاي مرتون قيرو موته كذاب هلا دم أم حبيبة يا أبو سفيان لجنك تلك أنتن لفترة يفلقالو نبيك صلى الله عليه وسلم نعم والله إذن أقبوات تروم استهونك أبو سفيان بقام دسالو هزبو تستكاكله اسلمنا متى اسلمنا سفا فزي أنا أم حبيبة يا نبيك استهونك مارتنو إشي وده ميمونة نهيب ميمونة بنت الحارث يمتبالو سمنتن يعني شيئتي وميمونة طلقت من زوجها هيكي ما تتلقش نفعه منك كاتشو نبيه صلى الله عليه وسلم انديت يمثلج ايس كريم يمثلو يهايا عمت ليج بتقامك انجول منها يا قبوم سويا النكات لمنها يا قبوم نبيه صلى الله عليه وسلم يزي سميتها لنبراتشو نبيه صلى الله عليه وسلم بجنة سبحان الله يتمرطوا مستوش علواتشو نبيه صلى الله عليه وسلم دستاتشو بالدنيا دلم دستاتشو بآخرانو مريم بنت عمران يا نبيه مستنج يوم القيامة آسيا بنت مزاحم يا فرعون نبرتشو مستاتشو نج أسرى صوست مستوش الزي نبرو يا نبيه مستوش ناتشو بمتو بشي مكتر حرة العين اللاتشو نبيه صلى الله عليه وسلم دستاتشو نبيه صلى الله عليه وسلم بزيها الدنيا دلم يا أخوة دستاتشو بآخرانو سلزي يهن هلو لجاقر رجلنا بالتعام هتساناتي هونو كونجو كونجو يالو آهونم يتفتاش بل يتفتاش هذا اللجم هلو تقضي يتفتاش يهج دمو ميمونة بنت الحارث هي طلقت من زوجها مجمرة عقبتا سنت أمت كويتا بالوات ألقات ثم تزوجت أخرى وما تزوجها أهون دمو بالوات دمو موته
يعني تزوجت مرتين. طيب هي بنفسها على قبواتهم نتاوكو يا أخوة أسرسوس سوش أسرسوس مستوش أقبو يمين بالو هلو تدبار لقو انتن ارناد النوم يهرو يتشريج على قبواتهم. طيب من دنو يدرقتشو راسوا متاش. فقالت يا رسول الله يني نفس لان تسد إتشالله بك وهبت نفسها إنيهن عندما تا يا إبراهيم سراج نعم إني نفسي لان تسد إتشالله بالتلين حتى نمكبرات لكن الله فقد لني الله الفقد لني لنبياتشن قنيه نقر تفقدوال. طيب أهون قطعتشن إنا ماكرفاتشن الله لمن لنبياتشن بيتشاي فقدالنو يكوني كفرنا. إذن الله سبحانه وتعالى بقرآن من عليه وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين لهل مؤمن يلتفكر لان تبتشفك إجال له على الله سبحانه وتعالى من دون يفكر عنده أمتا يا رسول الله إني نفسي ستتشهر له بتل على من مهر على من منتن بقى نبياتشن يعني مستحجو هنا اجمالتنا هذه هبة ستقوت أمر رسول كست اجمالتنا قن يتفكر لنبياتش صلى الله عليه وسلم نو. طيب من أدرق نبياتشن والله ببزوم وتمي قد أرسيت سيتوش متو نفساتشن لانتيا لبزوناتشو قن عنده تقبل إلا هذه المرأة ميمونة بيتشا تقبل واتنا مستاتشو هونج كذابو هلالي لا مستمتاتش متاشنا يا رسول الله لك صحابوش يالكونو يا رسول الله نعم نفسي انست اتشهر له نزي أيواتنا زمان الفلق مالت كنبياتشن أفاي وتعب قلة الأدب نو أدب بيس النوم يارقو الفلق مالت ترواد اللم. طيب زمان يا رسول الله إني نفسي انست اتشهر له زمان عنده صحابي نبر يا رسول الله لاشو يما تفلقان كورا لمن لن يست أنيوه لاشو نبي عشي صلى الله عليه وسلم فقط قالوا لنا خلاص ستها اللوالوت أو ستها نقري أنت ما تفلقات كوني خلينا بس نحن نتمتع فيها إيش يعلو نبي عشي صلى الله عليه وسلم في السوام إيش يعلك مكناتهم لجون سلو ودردش هذا اللب وين بان سلال فلقات هذا اللب لا نبي عشي صلى الله عليه وسلم مرقو ودو يسطن لكن ده نبي عشي النوب لا تقبلتش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن مهر أمثالك والله ما عندي مهر على شو أرقود عندي ثالث مهر من دونهم يعلن جن من يعلن جن زبلا ستين بقى أنت سوا نفسه أنا سوا اللي بيسأله شيء أنت نوم زبلا ستين لا 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 زنبلو ستو ما 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 قبلوا لني بتشاله تفكر وندمي أنت ما مهر أمثالنا إن إزي عقد نصير لا مهر يعلن جن أنا توفلق لا ما عندي. طيب من نرق يقول النبي صلى الله عليه وسلم جب ولو خاتما حديدا من خاتم من حديد يعني ببريت السراء قلبيت بهون أم تابت سويه ما عندي عليك حتى قلبيت ببريت السراء لهم أو من أروت سنت قرآن تحذر له والله قرآن ما لي هني 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 سراء قال له إذن عن شيء الوقت قرآن يحفزه وقرآن اندي حفزش مهرشي هنا الوات الشيء عليك خلاص دار واتنا يزوات هيدي سويو مهروا من دنو لمسالي حياة سورة يمي حفز كواني حياة سورة اندي حفزات نو نعم المهر صرو مهر هذا اللي موندوش اندي تمسال مهر الجي شبر بسطح من يارق اللتان النا هيا سورة ثلاثة سورة أربعة سورة اندي حفزات مهروا يزا لجونا قباتش لجو دمو بنبياتش مرشانو تملكتو زي اخوانا لسوا يما يهون نرو بيهون نبياتشنا ستوتم نبر مكنياتهم كستوات كدات نو يهنقل نبياتشن كدالو مالتنا السوا دمو يهن او كانو يتقبلتشو نبياتشن صلى الله عليه وسلم يهلج مطفو يهوني مهونون اياوكو اي ستعنين بلا اشي علشنا بقرآن مهر اقبات مالتنا وليجو سلزي نبياتشن كذاب هلا بقى نبياتشن يعني عند شيلي اقبو تقوى يتفق ذاتشو بيهونم ميمونة بنت الحارث ولد تقذي يتقلق اتشو سير السوا نو يقبات مالتنا. طيب كذاب هلا وكانت من اعبد الناس فنبياتشن سرس التقبا كانت مثل عيسى بن مريم
عبادة، تقوى، صيام، زكاة، قيام بالليل، ما شاء الله ما شاء الله مثل نبرك الجسد. طيب ودا أسرن ينهدنا جويرية بنت الحارث تبالالج يا جويرية نقدمو بتقام يدنكر والله سبحان الله يا جويرية نقدم بتقام يدنكر جويرية بنت الحارث يجسيت يا نقص مستونا نبرتشو نقص مالك لمثالي بني المصطلق يبان نبرو عند كبيرانا شو أقر نا بني المصطلق سمون يازو بني المصطلق يمبال قبيلة نبرو أهون النزي سووش كمدينة شراك برو ينبرو مدفو نقر أسبو من دنو أسبو والتادروش سبسبو ودى نبيات صلى الله عليه وسلم هيدو نبيات صلى الله عليه وسلم ليات أفونا صحابات ليات أفونا تورنت ليارقو مكرا ربات شو سيسمو نبيات صلى الله عليه وسلم سايك أدمون بلو نبيات والتادروش يزو ودى بني المصطلق هيدو مارتما بفيتن دار كواتشو جهاد في سبيل الله بسلمنا سون لما تقاتلنا بحي لسلمنا قبو مالت هذا اللم جهاد مالت لا جهاد مالت يعني كتألات مكلاكا ويم يعني مبتسي تأفا يمتادر قونا قرنو انجي نبي بقرآن تمرنا لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغيث على لم الله سبحانه وتعالى أنهن النسو بني المصطلق نبياتشن لما تفاق سمكرو نبياتشن سعسل لما تدرش زهيدنا بني المصطلق ساوكو أكببواتشو نقرواتشو طرنة كفتن قريب بطرنتو تنش دقيقة يوم تنش أتاتنا يهدو تقلال لا يموثي موثي إجاتشو يسطو سبات متو واتاتوش هلوم فرس يازونا يعني كوينات انتن تورواري تورنا سيفنا والتا تقلال لا يطورنا تمساريا يازو اسك سبات متو عندان علماتشو سبات متو أمسان ويلالو عندان علماتشو سبات متو ويلالو بمولو تماركو تماركو نعم بزو سيتوش تماركو نعم بزوه صار تمركو نعم انسسا بزوه تمرك ورك شرق بزوه تمركنا يهلو مركونيا لنبياتشن صلى الله عليه وسلم تسته كذا لسحابه بتون تمرتنو اشي اهون جويرية بنت الحارث اتا تدرغو باتا ود عند صحابي درشه هونش مالتنو ثابت بن قيس بن شماس يمبالو عند صحابي نو يسن الدل هنا ودسو قباش مارني يمان مستنبرج سبحان الله يا بني المصطلق يمبالو تلقو رئيس ألكار بريزيدنت يسن استنين نبرجو حارث يمبالو أباتوا دمو تلقو يا بني المصطلق بالباتنا مري نبر أباتوا مري بالوا مري نبرو هلتو قريه ينقصات بيتسب نبرج السواء تماركج اتاسي ادرغو ثابت بن قيس بن شماس يمبالو قطرتنيانو لسوا ميهون سو ادلم زقتنيانتن كتلق بيتسب ادلم يعني اعرابي اندمتلو اندزي نو اهون ستغبا اتمجاتم لك زينب امبين دالج لزيد هيك دمو انديت بچوما يادغج لبسوا حرير يمتبلاو چومانا يتلاي فرافري شتو متادرغو كباريس يمتا شتو انا يمتتنياو دمو انديت يمسل صوفا ازي نبرت سيت ثابت ابن قيس بن شماس توتك والله بتام على وددچوم بتام بتام تنقففا من أدرقك يورطك ودى نبيات صلى الله عليه وسلم هيدش يقول لك شو قريب نبيات بچنك الله تحوال نبرن أصلوا آيو قواتم يورطك هيدشنا فقالت يا محمد عليك نعم والله إني مركونياني ما نشعلوه إني نعم جويرية بنت الحارث الحارث ابن فلان علوه يبني المصطلق تلقو مري أو يمان مستنبرش يقل مست بالوا تقدل انقدي بطورنته أهون من دنهم تفلقي الوا يا رسول الله لا تشوف ثابت بن قيس بن شماس يعني اتعة تدرقوه دسونا يدرسكونا التمتشن يم التامن يم باك اي من تفلقي الليش نتعب لين جنزب لك فلسلو زتين اقيا ورق الين زتين اقيا ورق بزامت أبزونو يعني 9 أونس ورقة أمتيا لن نقول كيف لم تأيني
እኔ ከአገሬ ተማርከኝ ነው መጣሁ በአገሬ ውስጥ ብኖር ሰጠዋ ነው እንኳን 999 ወይ ተሰጠው ነበር ተማርከኝ ነው መጣሁ 9 ኡቂያ ወርቅ ከእስላም ጣለች አለች አሁን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝም አሉና ወንዶችና ሁተች ሰማላችሁ ውስጥ ምስጢሩ ማወቅ አለባችሁ ለምን ነብያችን ጁዌይሪያን እንዳገቡና እዝነት እንዲሰማችሁ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንም ሰው መጥቶ አንዳንድ ቃል ሲወረውር በፊቱ ላይ ቱፍ እንድትሉለት ምክንያቱም እናንተ አሁን የነቢያችን ምስጢር ምስጢር ያውቃችሁ ናችሁ ይሄዳችሁ አይደለም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊያገቡዋት ምንም ስሜት አልነበራቸው لكن يا الله تعزاز متى لمن تعزاز متى يا الله تعزاز عند نجر لكست نو سلازي نبياتكم من الوات او خيرا من ذلك الوات يعني كزي بلت الا درقلش الوات كيف كزي بلت اما من ترقلنيال اين يالكو زتن اقيا ورق كنزي صحاباوك اوات قالني الناس بسبو سبو يستوني يالكو اني مسكين نينا يا رب يا كريم ايالكو نين كزي بلت اما من تستنيال فقال النبي صلى الله عليه وسلم زتن اقيا ورق اني لكفلو كذابو هلا نتعال بلشنا انتنو مستيتوني يالك لا قباش يا الله يكو يا موسى انتن كونو يا موسى تاريخ مسلالي نجر موسى يالو بزافو لايت اقابلو يا ربي اني انقدي هني هني ستال للهم دن شقريتاك الله ربون يال وهاد فلقالو تلا فلقالو يالو منا درق الله سبحانه وتعالى تلك نجر نو يسطو يا سيدنا شعيب مست دارو اندقنا بنبي بيت قفتو الزاد دقي يتش دمو يراس بچو اني لا قباش الوات قطانو يتقبلتشو ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 9 ኡቂያ ወርቅ ከፈሉና ነፃ ወጥዋት አገቧት የት ነው ያገቧት ገና በበርሃ እኮ ነው ከጦርነት ተመልሶ ወደ መዲና ይሄዱ በዛ በርሃ አገቧት ማለት ነው አገቧትና አሁን ህገኛ ሚስታቸው ሆነች ጁዌይሪያ طيب ለምን አገቧት ምስጢሩ ምንድነው አላህ ለምን አዘዘ ብንል አሁን ነው ምስጢሩ የምታውቁት ለማግስቱ ሰሐባዎቹ በሙሉ ተሰበሰቡ ይወላችሁ እንግዲህ በረካ ሲመጣ ምን አሉ ወንዶች አሉ እህቶች ወንዶች አሁን እኮ ጁዌይሪያ የነቢያችን ሚስት ሆነች አው طيب ጁዌይሪያ የነቢያችን ሚስት ሆነች እኮ የጁዌይሪያ ወንድሞችና አክስት ያኔ አጎቶችና ዘመዶች በሙሉ እኮ የነቢያችን አማች ሆነኩ አሉ የገባቸው አባባለ እኔ ለምሳሌ የኢትዮ ሚስት የኢትዮ ልጅ ካገባሁ ኢትዮ ለኔ ምንድነው አማቼ ነው አይደለም እንዴ خلاص አንድ ቤት ሰብ ሆነናል ማለት ነው طيب አሁን ምን አሉ ሰሃባ አሁን እኮ ጁዌይሪያ የነቢያችን ሚስት ስለሆነች የሷ ቀቢላ በሙሉ እኮ የነቢያችን አማች ሆነዋል አው ብሎ ተስማሙ ከዛ በኋላ ምን አሉ እንዴት እኛ የነቢያችን አማቾች እንደ ባሪያ አርገን ማርከን ይዛቸዋለን ይህማ አይበቃም ማይል ሀዛ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር ስንል ተቅላላ በእጃችን ያሉ 700 ወጣቶች የነቢያችን አማቾች ስለሆኑ ከባርነት ነፃ እንላቸው አሉና እሺ ብሎ ተስማሙ 700 ወጣቶች አሁን ከአምስት ደቂቃ በፊት ባሪያ የነበሩ የሚሸጡ የሚለወጡና እንደፈለክ የምታደርጓቸው የነበሩ በሙሉ ሰሃባ ለነቢያችን ክብር ሲሉ ነፃ አልዋቸው ማለት ነው ሱብሃንአላህ አልዓዚም ከዛ ምን ተከሰተ እነዛ ደሞ ተሰበሰቡ እነዛ 700 ሰዎች ካፊሮች ናቸው ተሰበሰቡና ምን አሉ ረባካቹ እነዚህ ወንድሞቻችን አንዲት ከኛ ሴት ነቢያቸው ስላገባ ለነቢያቸው ክብር ሲሉ ለኛ መዲና ቢሄዱ እኮ ይሸጡን ነበር በየገበያው ይሄድን እንሸጥ ነበር እና ለነቢያቸው ክብር ብለው ነፃ ያወጡን እኛስ እኛስ ለልጃችን ክብር ስንል ለአላህ ስንል ለምን ወደ እስልምና እንገባ ማሉና በሙሉ ተስማምተው ወደ ነቢያችን ሄዱና አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመደን ረሱልላህ ብለው በሙሉ ወደ እስልምና ገቡ በአንዲት አይሻ ምን ትላለች والله قالت جويريه ستمطى نبياتي صلى الله عليه وسلم عائشه يزوتو نبر ذا غزي عائشه كنبياتين نبروا جويريه ستمطى قال دب في قلب الرعب قالت
جويريان ساي لبيري متان ديت مسلا شمت أفرهو أهون دمو هيتشلج هين يمتمسل وبت ليا قبوات نو بيه فرهو عليك كذابو هلا أقبوات النا انقلف بيالج فكات تلقو عليك يدام يفتن قفيت بقى لاي هون عليك قناك أدلب لكن عليك سبات متو وطاتوش بسوا مكنيات ودسل من الناس يقبو يرد قويت كنا اكفارجي يا جويرية ما رأيت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أبرك زوجة من إلا يعني من مثلك القوات يعني اندانتي يا نبياتي مستشكو اندانتي مسألة مبروكة عليهم بانتي مكنيات سبات موتو أردت موتو سست موتو سوچ ودسل منا قبو بي ودد قوات عليك نجري حكمة تملكتوها شوان نجري ملكتو الله سبحانه وتعالى من أقبات مدالو يهنو نجري يهنا قري ما يكو سنتنا شبه أمة محمد زت أنا زت أين فاسل زت أنا زت أين ما يكو يهنا قر سلم ما يكو لمن زت أين يقبو لمن أسرى قبو إلى اللو طيب دمو عندنا قرى لأن أنت متوقف يا أخي أهون إني إثيو أبو عثيمين منا من ترى سوشنا دلت عند بالناقبة سبات بالناقبة من بالناقبة منهم سن كتر يلنا من يعني بوتا يلنا لكن مري مري كنا شو نبي عليه السلام أمة محمد يمي وكل سونات شو طيب كليلوش أمة انسن لما رق فكر لما فتر كليلوش أمة سلام لما فتر شي بيها قبوس شي انكوان عسر صوص شي مستوش أقبتو كشيك أبيلا بتتركوا نبي عليه السلام نورنو نورا دلم نديام بتطرنو لكن النبي صلى الله عليه وسلم يغبواچو اندوا سست بيزي فتاچ اندوا سدس لجي يالوا اندوا بشتام اندوا تلق سيت اندوا يعني انتن اندوا اندچو دمو لحكمانا لملئكتنا لتلق قوم نغير يغبواچو اندزي هناچونا جويريا 8ኛ ወይ 10ኛ ሚስት ትሆናለች ማለት ነው እሺ ወደ 11ኛው ሚስት ስንሄድ 11ኛው ሚስት ደግሞ ተሰማ ማርያተል ቅብጥያ ማርያ አስለ ሚስታቸው አይደለችም ማርያተል ቅብጥያ ቅብጥያ ምን ማለት ነው አግባጥ በመስር ያሉ ክርስቲያን ናቸው አግባጥ እና በዛ ጊዜ የግብጽ መሪ የነበረው ሙቀውቀስ የሚባለው ንጉስ ነበር እና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደብዳቤ ላኩለት አስሊም ተስለም አሉት እኔ ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ የእስልምና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢ ነኝና የአላህ መልእክተኛ ነኝና እስቲ እመንና አንተ እንዳለህ እዛ ምልክህና ንግስነትህ አንወስድም ያለህበት አርሽና ዝፋን ካንተ ጋር ይቀር ላኪን ወደ እስልምና ግባ ብለው ደብዳቤ ላኩለት እና ሙቀውቀስ ምን አደረገ እንደ ኪስራ የነቢያችን ወረቀት አልቀደደም እንደ ቀይሰር ሩሚ እንቢ አላለም እሺ ማላለም ምን አደረገ በጣም ብልህ ነበር ሰውየው ደብዳቤውን አነበበ ደብዳቤውን ይዞ ሄደ የነቢያችን መልእክተኛ በጥሩ አድርጎ ነው የተቀበለው ሶስት ቀን በጣም ጥሩ ያበላ ያጠጣ በክብሩ ነው የተቀበላቸው የነቢያችን መልእክተኞች እዛ ጊዜ ተቀበላቸውና በመጨረሻ ለነቢያቹ በጣም ሰላም በሉልኝ ብሎ ምን ላከ ሀዲያ ስጦታ ላከላቸው ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሰለመም አላሁ ዓለም ከዛ በኋላ እንዳሰለመ አላቀም ላኪን በዛ ጊዜ አላሰለመም ግን በጥሩ ምክንያት በጥሩ ሁኔታ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መለሰላቸው ምን ላከ አንድ ትልቅ እንትኑ ገረወይና እንትን እንድንሉ አንድ ትልቅ እንትን ማር ላከላቸው ማር ስንት ኪሎ ነው ማር ላከላቸው አንዱ ደግሞ ዶክተር ላከላቸው ዶክተር ጠቢብ ሐኪም يعني አንዱ ደግሞ ይህችን ማርያተል ቅብጥያ የምትባለው ቆንጆ የሆነችው የሙቀውቀስ ሰራተኛ የነበረችው ነችና መርጦ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላከላቸው ለምን ላከላቸው ንጉስ ነው ነቢያችን ደግሞ ንጉስ ናቸው ያን በነሱ አነጋገር ማለት ነው በሙቀውቀስ ንጉስ ለንጉስ ሀዲያ ይላካል እና ሀዲያ ላከላቸው እምንድነው እኔ ሀዲያ ብመጣኝ ቢመጣልኝ አላህ ከፈቀደው እቀበላለሁ እሺ መጣች ነቢያችን ምን አደረጉ አመል አሰላሉ ማሩ በቁርአን ስለተጠቀሰ ሽፋኡን ስለላ አላህ ስብሐ ወተዓላ እንቀበለዋለን አለና ተቀበሉት
وأما ماريا القبطية يعني ستوتاس الهونش انك قبلتالن مكنياتون باريا نباريك زاقزي ستوتانو يتسدو تقبلوات خلاص تقبلواتنا إبراهيم كسوات ولده كماريا القبطية كذب هلا دمو انتن عند أبيب ويم دمو حكيم دكتور لكن لا تشونا دكتور اغن ملسوت مكنياتهم من دونه يعني عندن رواية إلى عندن رواية بعندن متعف من دونه ملو يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبيب على أنت حكيم نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع يهنا ويني يا دكتور عروت إنيا كو إنيا مؤمنوش اسكمي ربن عن بلام زنبلا نبي صلى الله عليه وسلم قرس مسا إراث يمبال بيك أبيس آتو يمبال أن براتشو من دونه يالو نحن قوم لا نأكل حتى نجوع اسكمي ربن عن بلام كبلام دمو اسكمن تأقب دمو عن بلام حاكمو بتهم تدنك هيدا لثنا هيدا وده مكوكس سهر من نواله مكوكس يا ملكنا أما العسل بمتحفة شوف سلالة تقبلو أما جويرية تقبلات برضي فقد اللتال إنه قن أنت كون قساتشن وديت ندلاك كنتاك ألهلو انديتلو هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم وضع الطب كلها في كلمتين حكمنا إنيا بس انت أمت يتبارنو السوب عندك عليه تكمت أثن أسو نواله من دنواله فقال لي نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع عندي دكتورة شو عم بيسبسبك وبمولو يكونوا هكما النابلو كونوا يمسكرو إنيا اسكمير بن أنبالام كبلان دمو اسكمن تقب أنبالام يهنو كو هكما النات إلا مالتكو يهنو بلو لمكو كس نقرو مالتنو على كل حال ماريا القبطية ستوتانيش مستاتشو هنو بلو يقبوات عدلهم ستوتان رمو تقبل الله نقص لنقص ستوتان يقبل عندهم حلال سلوهانيش إبراهيم ينبالو ليج تولده كذا وهلا بهس أنتنو يموتو إبراهيم مالتنو كذا قتلو يلو أسره لفتنيا ريحانا تبال الليج ريحانة بنت زيد من بني النضير يهودية نتش دمو يهودية نتش هي سبي يتش دمو مركونيا نتش تماركا تقال لك يا أخوة تماركا من مارتنو تقال لك عند صحابي أرات مستوش نبرو مستوش هج شرعي بشرع أرات مستوش فقد اللتال هذا اللب أرات مستوش نبرو مركونيا بمركونيا يغنيا شو سيتوش أسرا سدست نبرو سنتوان هلو حياة مستوش نبرو عند صحابي حياة مستوش يفقد اللتال أيوة أراتو بشرعية فقد اللتال أسرا سدست دمو بتقرون نسيهد سيتوش مارقالو هلتي در سوال للا تقرون نسيهد سيتوش مارقالو عندي در سوال دزي فقا حياة سيستن نبرو سبحان الله العظيم إن النزي انقري بسو يتناقر سو يرلم هاي مستوش نبرو تبلو يتناقر سو يرلم مكناتهم يتفكر نقر نبرو أهون كوسك يوم القيامة تفكر كونه تورنت بالنساء قلت تورنت بالنساء هم من دنو يسلام من قسط هونو إمام يالاتشو إمام شرعي كذابو هلا سيدفروا يليلا كافر هقر مقتو أقر هاتشون سيدفر قلت يا أسلمنا أقر بقرآن بشرعي يمهدو حلال حرام يمياكو تقلالا يه قرآننا يه سنة نقر تقبار مياولوت منقست كهونو تقلالا للا ثلاث مرتو ليا تقاتشو سيل يمي درقو تورنت كذب هلا نسو مركن يشبالالو يه نقر اسكيوم القيامة يعلنو قن يه نقر يلمهون مكنياتهم الله انفلقو ينتنو تورنت قناء المتعب اشي على كل حال ودليلا ننهيد ريحانة بنت انتنو بنت زيد مركونيانج هي سبي من بني النضير من بني قريظة وكان زوجها قتل فكانت من نصيب رسول الله سبحان الله العظيم ترنتك هذه بالوات قدلي ستوشو تماركو اتأت درقي زينب ينبياتشن انتن هونج اتأه هونجن وسلوات من زنب اللوي من وانجلال للزهلا أنت لكن دورك انك أركوكو سوست متو كيلو غرام تغني مركونيا بتنوت أمست كيلو دني متى إيش في
እንደዚህ 300 ሴቶች ነበሩ ምርኮኞች ከዛ በኋላ ተበታተኑ በተኗቸው በእጣ አምስት ሴቶች ወደኔ መጡ ምንድነው ልክ እንደዚህ ነው እንግዲህ እና ይሄች ምርኮኛ ነበረችና የነቢያችን ፈንታ ሆነችና አገቧ ثم باتت تبكي ليل نهار وحيده نادمه እና ብዙ ታለቅስ ነበርና فماتت رضي الله عنها بعد حجه الوداع ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ከገቧት ቀጣ ብዙ አልቆየችም ነቢያችን ሐጅ ካደረጉ በኋላ ከነቢያችን ሳሰለም በፊት ነው የሞተች ከነቢያችን በህይወታቸው ይያሉ ሞተች ለዚህ ነው ነቢያችን ሳሰለም 13 አግብተዋል ሲሞቱ ግን 9 ነበሩ የተባለው እንደዚህ ነው ዘይነብ ቢንት ኹዘይማ ከነቢያችን ሳሰለም በፊት ሞተች ይህችም ከነቢያችን ሳሰለም በፊት ሞተች ኸዲጃ ከነቢያችን ሳሰለም በፊት ሞተች እና የሞቱ የቀሩ 9 ብቻ ነበሩ ነቢያችን ሳሰለም ሲሞቱ እንላለን إذن ودي أسرى سوستنيانا ودي نعم ودي أسرى سوستنيان هذا اللي مكرياتهم عائشة تكسنات نبرقن إسوة تاريقنا أنا متانم يمجرشا مستاتشو صفية بنت حيي ابن الأخطب ببالا يهجم يهوديانج يهوديانج تزوجها قبل إسلامها سلامة بنت معكوش يمبالو أنج يعني أقوى ثوات نبر يتفتاش نيهجم طيب يقول قبل اسلامها سلامه بنت مكشوح يمبالو سو اقبات طيب بتام تلك سو نبر موته يتجدل بطرنته كذا بهالا دمو ليلى بال دمو اقبات تزوجها كنانه ابن ابي الحقيق يمبالو دمو ولتنيا بال دمو اقبات كذا بهالا السم تجدل انجدي يسو يهولت بال مست ينبرتشو نتش طيب كذا بهالا طرنت سيالك اخذت هي مع الاسرى تاسرى مركونيا هناك متاش فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاغزي من النبيات صلى الله عليه وسلم السوام يخيب بخيبر ينبروا تلالكوتش يهودوتش يبالباتوتش نالكوتش لجنو ينبرتش بالوام اندزي يطور مري انتن ينبروا ስለዚህ ምርኮኛ ሆኖ ስትመጣ ነቢያችን ሰለላም መናሉ ይህች የትልቅ ሰው አንድ ባላገር ዝም ብሎ በገጠርተኛ መውሰድ የለበትም ምክንያቱም የምንድነው ነቢያችን ሰለላም ያኒ አክሪሙ አዚዘ ቀውሚን ዘል ይላሉ የትልቅ ቤተሰብ የነበረው ምርኮኛ ነው ብለህ በእግርህ አትርገጠው ምርኮኛ ነው ብለህ በቃ ዝም ብሎ በቃ አታዋርደው አትጨፍልቀው አትበድለው ይሄኮ ምርኮኛ ነው የሆነው አሁን ምርኮኛ ሆነው እንጂ ከዛ በፊትኮ የነገሳት ልጅኮ የነበረው ስለዚህ ያን እስልምና የበለጠ እንዲያከብረው ያስፈልጋል እንጂ ልክ ምንድነው የሚሉ ምሳሌ ዛፍ ሲወድቅ ምስማርና ፋስ ይበዛበታል ይላሉ ዛፍ ትልቅ ዛፍ ስንት ሰው ጥላ የሚሰጥ የነበረው ያኒ ለመቶ አመት በቃ ቆሞ የነበረው ተሰብሮ ሲወድቅ ፋስና ምስማር ይበዛበታል ይላሉ ስለዚህ እንደዚህ መሆን የለበትም ብለው ነቢያችን ሰለላም በጣም የትልቅ ሰው የነበረችው ብለው ወደሳቸው አመጣውትና ምርኮኛ ነበረች ሚስታቸው አደረጓት لكن اسمعوا معي يا اخي يقول هي مع الأسرى فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرها بين الإسلام والبقاء على دينها زنبلو أدلم ليا قبوات أدلم يوسدوات من الوات أنشي يتلق بيتسبنا ينقصت بيتسبنا ينبرشو أو الشي ودنين إينا أمتواتنا أهو من الوات مرج أروات كفلقش إسلام هنا له دين إسلام كبلا له كالش دين إسلام كبرش إن يدم أكبرش له أقباش له الوات لا كفر الشالن يالكالش دمو نزع الشاله وده بيتسبو شو اسمه الشالش يقول له انقدي بتقام يا نبيه الرحمة تبالكتو يقابا تشوان صفية الوات نعم اهون عن شمر كونيانش او عدلم نو عدلم اللي اشي اهون مرج الف لستش اني كفر نو مفلق بيهودي النتي اللي نور نو مفلقو بيتسبو شنا في كونيان ان السنو مفلقو ان انتن الفلقم كالش والله اني نتعانو ملشنا خلاص باريا نبرشو نتعات بلش ودي بيتسبو شش تملشي انا كان نسوغا نوري سلمنا الفلقم كالش منم نقري منك هسو يلم بلو نتعال بلش الواحد
لا إن يسلمنا الله ورسوله الله لنا نبينا ممرت أو كالش دمو إن ينسلا كبرش الله ينسلا كبرش دمو إني وسجزم بأتلشم أقباش اللهنا يبالبات الناية اللقو بيتسب لجي نبرشو ينبي مستثونا ليش بلو أسمرت وار فقالت ماذا هي والله لا أخير ولا أختار عنك يا رسول الله وعن الله وعن الإسلام نبينا الله لنا اسلمنا رجج الهيد والله إن ممرتو الله لنا رسولنا أنتن ممرتو بلا نعم اختاري الوطن فإن اخترت الإسلام أمسكتك نعم وتزوجتك وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحق بأهلك فقالت يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني جنا ولن تسأل متى اسلمنا بتقام وقوان برلت ودسلمنا القبا حيث سرت إلى رحلك وما لي في اليهودية أرب وده ودي اتملش دم مسلمني الله اني اصلا كممطات بفيت بتام انت اسلمنا يود نبر فالله ورسوله احب الي من العتق واهل بيتي اليهوديه انت نصاب له بيت سبوچ كممملس اني الله لنا سلامنا انت نمرطو بلا ود اسلمنا جبت ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها مجمره نصاله على علمنم جنزب وتزوجها اجبوا وجعل عتقها ايش مهروا سنت نبر تاكلاتشو ايش دمو مهروا دمو عتقها يعني باريانا شاد اللمدي بأسر شي بر لشطات يشلا إيش لشطوات يشلا النبي يشلا من الوات إني ألشط الشم قل مهرش يا يانشي نسأم بال مهرشي هنا الوات تقبلت وأصل هذه القصة أخوة في أحاديث صحيحة كذبها لا من أقن يتاك الله النبي يشلا أقبته ودبيت سيمته ولتكن كدر كنتنو كقيوبها لا በጉንጫ አንድ እንትን አገኘ በጉንጫ አንድ ተባሳ ነገር አገኘ نعم حتى من نوال يا صفية ምንድነው በዚህ በጉንጭሽ ያለው ምንድነው ተባሳ አሉ ጠየቀው ምን አለች ታቀላችሁ يا رسول الله አለቻችሁ እኔ ገና ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ልክ አንድ ብርሃን አየሁ نا برهانو ساي ببيتاچن لبالي نگركو تالچ انت بالي زاري ليليت كو بتام برهان كو نو ببيتي بتام برهان ايهو انا مندنو منا من بيي ستايقو طف في ستعنينا دم بدم هو كوالچ انچي يا عربوچ نغوسي هونو يا قريشوچ نغوسي هونو محمد عشيقة محمد أنتي السنس لو الددش نو لبش كسو قاني اللو بلو بكناك أنت تقدر تفسد عنينا زهلاي دم بدم هنو قسلوس كهن درس الدانم بلا نقرشونا نبي عشي صلى الله عليه وسلم تفتنثو بلو بكادو عادر رب الله مالتنو بزيه صفية بنت حيي ابن الأخطب يا نبي عشي نستهون صفية أباتوا حيي ابن الأخطب يمبالو تلقوا يا يهودوش مريانا الدرونو يقرم أشوال سبحان الله نبيه صلى الله عليه وسلم عندك أن بتقام كباد بدلنا كدات سلا درقة أمدتوتنا لقدلوث بلو بومبر لأس كمتوت علي يالوت ناس تي علي تي أنقتون كرة طوالو تذبها لا أنت حيي ابن الأخطب يالوت نبيه صلى الله عليه وسلم أهون قلت تقدن نوالو من أنا تقال له يا محمد ألو لو تركتني يعني أنت نسأبت لن يهون كما قدل بالتمرين ألو لاشتد أداوتي فيك يعني تلاتشا كان تقال له تلاتشا يقال نمي هونو بالتلك أن يهون كبت تلات نمي هونو اليوم المرهم زنبله قدل زنبله قدل ألو فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتل يا علي فقطع رأسه ما النوس يا صفية أباتنا صفية إياييش إيسماش بالوا أباتوا بسيف يتقرد أسونا يهن هل إياييش كانت تحب الإسلام قبل إسلامها لزيهنا ونقول الله برهانا سقبالاتنا يا نبياتش المستادر رقاش مالتنا
بزيه أسره لتنستوش بزيه تنقالو منم إنكان يللو منم أينت نور يللو يا نبياتشن عندانلو بإذنة عندانلو بحكمة عندانلو بمرأة انتن يا قبواتشو نزي أسره لتناتشو أسره سوستن ياغن تلقوا عائشة يمتبالو عندو أننا مترشوا بكر ويم لجاقرد يا قبوات اسوا بالتالج عائشة بتام انتني هنا تشو عند بيتشا بكر فيرجن يا قبوات نبيك صلى الله عليه وسلم بتنشوا يا قبوات عائشة بتشانج السوانس يا قبوات بتام تلك ملكت الناس تلك انتنا لي اهون قل قزيو سلم ماي بكان عائشة ليه يالي قزي بزي سامنتنو بميتمت او سامنتنو يسوا قد نو يسوا قد آلكم بتام ياسقوا قوة تاريخنا يالات عائشة بقى يأسره لثوم مستوش قماشو يازج مستنج سلزي لسوا ليتي على بتريد أسفل لقوال أهون بأسر دقيقة بأسر أمس دقيقة لقلت بمكر حقوانا تفعل له سلزي يا عائشة قداي تنش قزي النستو ليلة بزيهن قديه يا نبيوش يا نبيوش صلى الله عليه وسلم مستوش بزي نبري أقبواتشو يا أخوانا كهنبوها على لب النبل لنبيات صلى الله عليه وسلم كبر نستاتشو كبراتشو سنكا كسلاميهم ككريستيانيهم كجاهليهم كمنيهم يهين أهون يمون الله بهولتك أن يتكررت أو بيبتاتشو اندي قبا أسفل لاقينو بيبتاتشو يقبا شمددوت فالزوها لا لنبيات صلى الله عليه وسلم سيستكس صلى الله عليه وسلم إيالاتشو يعني مكات اندثوننا بتقام دفاع اندثادرقنا لنبيات صلى الله عليه وسلم اسكم سوقت النتي هنم بالتكفلو ولا منمت غير الله إياركو يزاري درسات شن بزيادة تقال الله إن شاء الله والله أعلم يعني سنكال لك أمربت كل اللي قن الحمد لله يتياك وش ضرب الكفتان إن شاء الله كنت نش واندمي مصعب واندمي